اتمنى منك السبب اسبوع لا ميه لا كهرباء. قاموا يضربون من عند الجريه، قاموا دمروا الجريه بهالصواريخ اللي ما يخافن الله، من الساعة 9 بالليل للساعة 4 بأربع خمس قراية تدمرت البلوك، اللبن تفر وتطلع قبل، بس البلوك للتدمير يعني نص الجرية تدمرت. الليل دمروا ومشينا وخلينا، خلينا فرشاتنا مكانها ورحنا نمنا بنهر زرقان. صار لنا اسبوع، اجتنا منظمتين، اجونا مارفرام واجونا سريان. مارفرام شافوا الوضع وشوي الناس رجعوا ثاني مره، اجوا سجلوا الناس، والناس يعني على امل انه تجي مساعده. بعدين اجانا مسؤولين متعددين يعني من المقاطعه، من التربيه، يعني حتى انه من الاداره الذاتيه يعني عسكريه كذا. تطلعوا إذا تطلعوا ولا ما تطلعوا ما راح نقدم لكم أي شيء. حتى هددونا بالمي، جابونا أول يومين مي، واليوم هذا تهديدهم ثبت يعني ما جابونا مي. جينا على المدرسة هذه، جينا لا واحد جاب لنا خبز ولا حد طالنا مية. العجاوين مرضت علينا لأن ريحة الكاريز وريحة لا مية ولا شغلة. البارح بالليل البنية هذا الساعة 3 سعفوها على المشفى وجوعانين. نسوي جيب لنا الناس تحصل علينا خبز، إذا السكر تروح جيب لنا الدكان نسوي شاي على النار. والله تعذبنا من الحياة، هذا ما يهتمون بينا، تجي منظمات بس تدحش علينا لابسين كمامات وتروح تخلينا.